السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله من بعد ما درت معكم البارح بوصلة من السوق، اليوم غادي ندير معكم قاطو ديال ربعة أربعة. مهم أنا نهار اللي عقلت على هذا القاطو عقلت عليه كيقولوا له ربعة أربعة، إلا ما كانش سميتو هكا أنا عارف. مهم غنحتاجو أنا مغاداش ندير ربعة أربعة. علاش كيقولوا له ربعة أربعة؟ ربعة أربعة حيت تيديرو ربعة ديال الكيسان ديال العنبة، كيعبرو من الزيت وسنيدة وشنو اخر ومن داكشي اللي غيديروا فيه لداخل، كيديروا ربعه ديال الكيسان ديال العنبه. انا درت جوج كيسان ديال العنبه اللي خرجوا ليا زلايف بحال هكا ما عامرينش. درت جوج كيسان ديال العنبه ديال سنيده هنا كيدار فيه ربعه البيضات. انا واخا هكاك خليت ربعه البيضات لان البيضات كيف ما كتشوفوا معايا صغيورين على هذا الحجم، صغيرهم بزاف كديرهم هكا كتسد عليهم. الصفار البيض غنديرو لداخل والبياض غادي نفند فيه من بعد الحلوه ديالي مع اللوز. هنا عندي جوج كيسان ديال الزيت، هنا عندي اللوز ما لقيتش كاوكاو، هو كيجي زوين بالكاوكاو ولكن ما لقيتش كاوكاو، شريت اللوز. كيداروا فيه ربعه د الخمارات، درت جوج خمارات، ربعه د الفانيات درت جوج فانيات، وهنا لا فارين على حسب كل واحد العجينه ديالو الزبده واش كتشرب الطحين ولا لا، والطحين واش كيشرب الزبده ولا لا، البيض واش كبير ولا صغير. المهم نتوما شوفوا معايا القوام كيفاش غيكون في الاخر. هنا هذا غادي نفند فيه ولكن انا غادي ندير فيه لداخل شويه. المهم غادي على بركه الله، بسم الله غادي ندير الزبده. الزبده عندي مارغارين ما درتش كامله، درت النص وزدت قسمت واحد شويه. المهم درت النص ديال مارغارين، ديروا ديك 180 غرام كاع. صافي غادي ندير حتى هاد السكر سنيده، هاد السكر فاني باردون، هاد الخماره نخليها نديرها مع قبل ما نوسخ يدي. غادي نطحن غير شي شويه ديال هذا اللي غندير لداخل. صافي ورا غادي يجيني قيمة زلافه، يمكن نشوف هادي كانت فيها سنيده نديرها فيها. فوالا حتى هو كيجيني قيمة تقريبا جوج كيسان. نبداو بسم الله. صافي غنزيد هاد ربعه د الملح صفار البيض، الملح البيض غنزيد هاد صفار البيض هنا وغنخدمو حتى هو مزيان. نسيت ما درت شويه ديال واحد رشه الملح غير هكا تصحيح الذوق، وداك حتى ديك الريحه ديال البيض ما كتبقاش. هنا غادي نزيد عشويه، ما كنت غندير البيض بحال كيتشابهوا ما باينش فيهم. غنزيد هاد جوج كيسان ديال الزيت وغندخلو حتى هو. وكيف ما كتشوفوا معايا هنا صافي هو دخلت هذاك العناصر كامله دخلوا في مع بعضياتهم. زدت هاد اللوز وغير هكا دوره خفيفه وصافي. غادي نبدا ندير لافارين ديالي. بالنسبه لهاد الخميره غادي نغربلها،
هادشي ندير هادي هكا. صافي خليو شادي تاهي هنا. اوب ندخل هادو كاملين في العجينه. هي ضروري غتهز ليا واحد ثلاثه الزلايف هكا كلها. المهم انا غادي نشوف ونقول لك. ما عندي الزلافه الثانيه شوف شحال كتعطي. درت غير جوج جوج كيسان وشوف شحال عطاتني. عندي واحد الرونديفو منا واحد تقول دابا شحال منا واحد الساعة ونص قول هكاك. هنا عندي الزلافة الثالثة والخير فاض عباد الله. هنا غنزيد شويه ديال لافارين هكا. نتوما شفتوا شحال عندي هنا. ما غاداش نديرو كامل. عادي نديرو كامل. وصافي غادي ندير اللوز ديالي اللي غادي نحتاج على حساب باش باش غادي نفنن. هنا اللوز كلشي اللي احتاجيت لهنا لداخل ولهنا نص كيلو ديال اللوز. واحد الرشه ديال الملح غنديرها على هاد البياض البيض وغادي نضربو هكا باش شويه يتحل. صافي هنا غادي نبدا نكور هاد الكاطو ديالي. نديرو هنا في هذا ومن هنا نهزو ونحطو هنا. نديرو هكا ونهزو ونحطو هنا. نحطو هنا باش تشوفو. صافي انا مغاداش نبقى نهز هكا وندير. غادي ندير واحد الكمية عاد غادي نخدم. غادي غنغطيها باش ما تنشفش ليا لان الحقيقه غطيها من قبل ولكن حتى حسيت بها بدات كتنشف. المهم غنكمل هاد نخليها ديال الجنب. قلت لكم ما عنديش الوقت ياكو. ما تعاولوش ديروك بحالي. ديروا وحده بوحده. ما عنديش الوقت. بدا يزحمني شويه الوقت وانا لما درتش هكا ما غادي ندير حتى حاجه. يعني الا قلت حتى يكون عندي الوقت والو ما تقولش لكم. كملت الكاطو ديالي كيجي على هذا الشكل. شحال عطاتني من حبه؟ الكميه اللي درت ديال المقادير عطاتني 90 وحيده. غنحل معكم وحيده تشوفوها كيفاش كتجي. كتجي مفركه ما كتجيش معجنه وكتجي زوينه بنينه سريعه التحضير. 90 حبه درتها في ساعه ونص. دابا غادي نخليكم تهلاو فراسكم في العزيز عليكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم.